كابتن خالد بيبو مدير الكوره بالنادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي يستحق الفوز والخروج بنقاط المباراه الثلاث، وقال كمان ان شخصيه النادي الاهلي تغلبت على كل الظروف الصعبه اللي واجهت الفريق اثناء رحله السفر الى غانا، وان خبرات لعيبه النادي الاهلي تفوقت في النهايه. تابعوا معانا كابتن خالد بيبو قال ايه. الحمد لله، طبعا المكسب كان كويس، رحله كانت طويله وكان فيها صعوبات كتير، الحمد لله يعني بنختم السفرية بمكسب كويس، دي حاجة كويسة عندنا. طبعا طريق العودة نتمنى إن شاء الله إن يبقى الدنيا ماشية بشكل كويس ونوصل بالسلامة، ده أهم حاجة. ومبروك للعيبة النهاردة، عملنا جيم كويس، وأهم حاجة في الأوقات دي في الظروف دي إن أنت تطلع بالثلاث نقاط يعني. انت شغلنا ان احنا ان انت تجهز اللعيبه تبقى مرتاحه على قد ما تقدر، تحاول توفر لهم كل الامكانيات اللي تقدر تساعدهم، بس انت برضه بتتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دي مرت بصعوبات كتيره وبتقدر ازاي انها تتغلب على الحاجات دي. طبعا هم يعني بيبقى الامور بالنسبه لهم طبعا بيقدروا في اي وقت ان هم يغيروا ويخش ينزل الملعب، ما بقاش فيه عنده مشاكل، بينسى كل التعب، لان هو دايما بيفكر في جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايزك على طول بتكسب، عايزك على طول نمره واحد، فهو تفكير لعيبه النادي الاهلي كلهم نفس التفكير، مجرد ان هو نزل المباراه نسي كل حاجه. طبعا اكيد يعني بيبقى في صعوبات في الاول على ما تخش في الجيم، وممكن يبقى بتخسر بعض الوقت، انما في الاخر بتقدر ان انت تحقق الهدف من المباراه اللي هو انك تكسب الجيم يعني. طبعا اي لعيب بيخش، طبعا وسام اول مباراه بالنسبه له رسميه، حاجه كويسه، لعيب كويس وعنده امكانيات كبيره، قابله سوء حظ في البدايه ان هو اتصاب، رجع تاني دخل على طول الجيم يعني، ان شاء الله مع ضيع فرصه كانت سهله قوي ان هو كان ممكن يجيب جول، بس هو اتحرك كويس وعملها بشكل كويس. ندفي طبعا لعيب كويس واحد من كباتن الفريق، ان شاء الله ربنا يكرمه في الفتره الجايه ويبقى ماشي بشكل كويس. جمهور النادي الاهلي ده احنا يعني هو نمره واحد عندنا، واحنا بنشتغل عشان جمهور النادي الاهلي، سواء مسؤول سواء لاعب اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي، ويجي لك الفرصه ان انت بتمثل النادي الاهلي في اي مكان، انت لازم تعمل كل تقدر عليه، لان جمهور النادي يستحق اكتر من اللي احنا بناخده يعني، احنا بناخد منهم حاجات كتير قوي، المفروض ان احنا نديهم حاجات اكتر من بكتير يعني.